السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. ما حقيقة التفوق الصهيوني في مجالات الابتكار والذكاء الصناعي؟ كيف استطاع الصهاينة تحقيق التفوق في الابتكار والذكاء الصناعي؟ ما مدى استفادة الكيان من تلك التكنولوجيا المتطورة؟ وكيف يوظفها في خدمة سياساته في المنطقة العربية والإسلامية؟ هذا الموضوع نناقشه في المحور الأساسي. وفي زهرة المدائن المبعدة خديجة خويص، مقدسية مبعدة عن المسجد الأقصى المبارك، كما نناقش في ذاكرة فلسطين أو نبقى في ذاكرة فلسطين مع قرار تقسيم فلسطين عام 1947. لأني أحبك حب النسيم لهمس الشجر، لأني أحبك حب الحياة لطعم المطر. أحلت المنافي قصائد زهري لأقطف منها وأهديك عمري. قصائد زهري لأقطف منها وأهديك عمري. أيا قدس يا أمنيات الغرار. لأنك شوق المحب وقد ألهمته الصور، لأنك شدو البراق الذي في سماك خطر. لأنك شوق المحب وقد ألهمته الصور، لأنك شدو البراق الذي في سماك خطر. لأنك لهجة جد الحنون وبسمة أمي ولهف العيون. لأنك لهجة جد الحنون وبسمة أمي ولهف العيون. سأنقش باسمك وجه القمر. لأني أحب حب النسيم لهمس الشجر. لأني أحبك حب الحياة لطعم المطر. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. في عام 2006 تلقى يوسي ماتياس الباحث السابق في مختبرات بيل وكبير موظفي التكنولوجيا لشركة البرمجيات هايبر رول عرضا من جوجل لإنشاء مركز للبحث والتطوير في الكيان الصهيوني، وبالفعل وافق على العرض حتى أصبح حجم فريقه 500 مهندس في عام 2016. هذه الخطوة لم تكن الأولى من نوعها، فمنذ عام 74 و900 قامت شركة إنتل ببناء أول مركز للبحث والتطوير خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في الكيان الصهيوني. وبعد مرور 40 عاما أصبحت إنتل أكبر شركة تكنولوجيا هناك. أما في عام 2016 فيوجد أكثر من 250 مركزا للبحث والتطوير في الكيان، حيث أن 80 منها تابعة لأكبر 500 شركة في العالم. ثلثا هذه المراكز هي لعمالقة التكنولوجيا الأمريكية مثل فيسبوك وأبل، وهناك تزايد للشركات الصينية والكورية مثل سامسونج وغيرها. أما شركة اتش بي فلديها 8 مراكز بحث وتطوير في الكيان الصهيوني. هذه المقدمة هي جزء في الحقيقة مما يدور من تقدم ابتكار على صعيد الابتكار والذكاء الصناعي في الكيان الصهيوني، والتي يسعدنا لمناقشة هذا الموضوع أن نستضيف الأستاذ صلاح عواودة المتخصص في الشأن الصهيوني. أهلا وسهلا فيك أستاذ صلاح معنا في هذه الحلقة. أهلا بك. دعنا أولا نتابع التقرير ثم نعود للنقاش، فابقوا معنا. باتت حالة التنافس بين الدول العظمى تعرف بحروب التكنولوجيا نظرا للتسابق الواضح بينهم تكنولوجيا في شتى المجالات وأهمها المجال العسكري،
وقد برز كيان الاحتلال الصهيوني كأحد المنافسين المتقدمين تكنولوجيا، حتى أنه استطاع أن يكون حاضنة لشركات المرحلة المبكرة، وذلك نظرا لتمتعه ومنذ فترة طويلة بخلفية في مجال الأمن السيبراني والتقدم العسكري والاستثمار الحكومي في التكنولوجيا. العدو الإسرائيلي يعمل بشكل جاهد منذ تأسيسه على أن يتفوق في المجال التقني والمجال التكنولوجي، باعتبار أن هذا هو مستقبل العصر وهو جزء من السيطرة الأمنية وإثبات الوجود الدائم. وأنا في تقديري أن العدو الإسرائيلي يضع ذلك في موضع الخدمات الاقتصادية والخدمات الأمنية التي يقدمها لدول الإقليم والدول العربية الأخرى. وما يدلل على تقدم الكيان تكنولوجيا هو عدد وحجم الشركات التي تعمل في شتى المجالات، حيث تشهد حاليا نموا هائلا ويتسم بتدفق كبير للمؤسسات والمواهب، إذ أنهم يضمون 3935 مطورا ومهندسا، إضافة إلى العلماء المختصين في البيانات. كما يوجد أكثر من 950 شركة ناشئة نشيطة تستعمل أو تطور الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، وأصبحت تعد واحدة من أهم مراكز الابتكار في العالم نظرا لوجود نظام بيئي قوي جدا للابتكار، وهي الأعلى إنفاقا في مؤشر البحث والتطور، بحيث تنفق 4.3% من إجمالي الناتج المحلي. أحد أهم العوامل اللي ساعدت إسرائيل في النهوض في اقتصاد الشركات الناشئة هو ضخ الأموال الضخمة التي تقوم فيه إسرائيل في هذا المجال. تأتي الدعوات للاهتمام بالحالة التكنولوجية لدولة الاحتلال الصهيوني للاطلاع على مدى الخطورة التي تشكلها على دول المحيط، وكذلك الأهمية القصوى للخلفيات التاريخية والقدرات العسكرية والحركة السياسية لأطراف الصراع في أحد أبرز المجالات العلمية التكنولوجية ومكانتها بالنسبة للدول الأخرى، إذ أنها تصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير التنافسية العالمي عام 2018 بحصولها على الترتيب 20 عالميا. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. أستاذ صلاح، عند الحديث عن التفوق التكنولوجي في مجالات الابتكار والذكاء الصناعي، السؤال في البداية يدور عن حقيقة هذا الكلام، السؤال استطلاعي نطلع من خلاله على ماهية هذا التطور، وهل هو فعلا تطور حقيقي أم مبالغ به، خاصة أن الاحتلال الصهيوني يحاول أن يصنع صورة من العظمة على صعيد أكثر من شيء بالنسبة له، منها التطور التكنولوجي والقوى العسكرية وغيرها، فما حقيقة هذا التطور لو سمحت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح، إذا بدأنا بسرد معطيات على نمط هذه المقدمة سترى صورة في النهاية ملخصها أن دولة الاحتلال هي سوبر باور وسوبر عقل، يعني في على مستوى البشر، وأن كل شخص هناك هو سوبرمان. الحقيقة ليست كذلك، هناك نوع من الخداع ونوع من التضليل. لا يعني أنه لا يوجد هناك تقدم تكنولوجي وأن هذه المعلومات ليست صحيحة التي أعطيت في المقدمة أو في كثير من التقارير والدراسات. دولة الاحتلال دولة متقدمة وهي دولة الأولى في العالم في عدد من المجالات، ومن ضمنها الهايتك والتكنولوجيا، وهي مصدر وتحصل نسبة دخل عالية جدا من تصدير الهايتك، ولديها قوات سيبرانية على مستوى العالم تبيع قدراتها وإمكانياتها، وتنفق أيضا من بين دول العالم نسبة عالية من الدخل القومي على البحث العلمي. لكن النقطة التي يجب أن نتذكرها دائما وأن نقولها دائما أن الكيان الصهيوني ليس دولة كباقي الدول، والشعب هناك ولا يوجد شعب حقيقة. احنا تحدثنا في حلقة سابقا عن صناعة الشعب اليهودي أو ما يسمى صناعة الشعب اليهودي. الحقيقة أنه لا يوجد شعب كما باقي الشعوب، يعني نحن لا نتحدث عن فنلندا ولا عن النرويج ولا عن السويد، وهذه دول متقدمة، ولا حتى عن الولايات المتحدة. نحن نتحدث عن تركيب، بمعنى أنه تم تجميع خبراء من كافة أنحاء العالم وأعطيت لهم فرصة وتم تمويلهم في مكان ما، كأن تقوم أي دولة في العالم الآن باقتطاع قطعة أرض وبناء مشروع عليها وإحضار الخبراء من كل أماكن في العالم
وإعطاهم الإمكانيات اللازمة والعلوم اللازمة والتمويل اللازم، وبالتالي تطلب منهم تحقيق أفضل إمكانيات. هذا في الحقيقة ما حصل مع الكيان الصهيوني. هم جاءوا إلى فلسطين، كل شخص جاء لهدف، أحضروا الخبراء ألمان، روس، فرنسيين ومن كل الجنسيات، أحضروا الخبرات فقط، الطاقات العلمية فقط. عندما بدأ الاستيطان حوالي 70 سنة قبل أن يعلن عن الكيان الصهيوني، وهم يحضرون طاقات وخبرات. في المحرقة عام 1945 أو في إثناء الحرب العالمية الثانية وإثناء الحرق النازي لليهود في أوروبا، عرض على القيادة الحركة الصهيونية في فلسطين إحضار مئات الآلاف من اليهود المجهزين للحرق لهذه البلاد، ولكن نظروا فإذا بهم نساء وأطفال وشيوخ، وهم كجزء من باقي الشعوب، يعني عالة تريد أن تنفق عليهم وتعلمهم وتهتم بهم. والحركة الصهيونية رفض استقبالهم لأنهم لا يوجد بهم كوادر علمية ولا طاقات علمية تستطيع استقبالهم، وإنما كانت تركز على إحضار مهندسين وأصحاب حرف وصناعيين وعلماء في شتى المجالات. لذلك منذ عام 1918 أنشئ معهد وايزمان، معهد البحوث يعني، وهذا المعهد كان الأول في العالم في عصره، وافتتح رسميا عام 1924. كذلك الجامعة العبرية افتتحت عام 1925 وأسست عام 1918. التخنيون في حيفا منذ الاستيطان من البداية، يعني أنت تتحدث عن مئات الآلاف من المستوطنين، عندما قامت إسرائيل أو أعلن عنها كان عدد اليهود في فلسطين 600,000. هؤلاء كان منهم علماء يكفي لإنشاء جامعات ولإنشاء مراكز بحث عالمية، إذن كان هناك استقدام للطاقات. وبعد أن تم استقدام هؤلاء وإنشاء هذه المؤسسات الأكاديمية والبحثية بتمويل من الوكالة اليهودية، تمويل لا حدود له، والمعلوم أن اليهود يسيطرون على المال في الولايات المتحدة وفي أوروبا الغربية، وبالتالي أنت تحضر خبراء وتحضر مال وتطلب منهم التطوير، وبنى كل الكيان الصهيوني بهذا الشكل. وهذا يندرج على مجال الطب، على المجال العسكر والسلاح، وعلى كل مجالات الحياة. فهي ليست أسطورية الإنسان الصهيوني ولا أسطورية الدولة، حقيقة هو مشروع. يعني أنت الآن تستطيع أن تحضر أفضل مهندسين من أبل ومن سامسونج ومن شتى شركات العالم، وتفتح لهم شركة في أي مكان آخر في العالم، وتطلب منهم أن ينافسوا أبل وسامسونج. سينافسوها لأنهم مهندسون من نفس الشركة قادمون. أنت لا تتحدث عن شباب في السودان أو في سوريا أو في الجزائر تريد أن تبدأ تعليمهم من جديد وفي بلدهم وفي ظروفهم الاجتماعية كأي شعب في العالم، وإنما أنت تستقدم خبرات. وهذا ينطبق أيضا على كرة القدم. أنت إذا أردت أن تنشئ نادي رياضي ينافس على المستوى العالم الآن، تشتري من برشلونة ومن ريال مدريد ومن بايرن ميونخ، وتشتري من النوادي الكبيرة في العالم، فتنشئ نادي رياضي جديد بلاعبين كبار وأصحاب خبرة. هذا ما فعله الكيان الصهيوني في شتى المجالات. هو لم يبدأ من الصفر ولا في أي شيء، هو بدأ من الصفر في مسألة واحدة، أنه لم يكن هناك شعب يهودي، لم يكن هناك شعب إسرائيلي، لم يكن هناك دولة اسمها إسرائيل. فبدأ بتجميع هذه الخبرات وأنشأ ما يسمى جيش الاحتلال، جيش الصهيوني أو جيش الدفاع الإسرائيلي، وأطلق عليه المفاعل النووي أو فرن الصهر الذي يصهر هؤلاء جميعا. هذه الأعراق الشتى يأتي بهم من شتى بقاع الأرض ويصهرهم في كيان واحد، في ماكينة واحدة، فينتج منهم ما يسمى المواطن الإسرائيلي. فتم صناعة الدولة الإسرائيلية، تم صناعة المواطن الإسرائيلي. هذا المواطن ينتج من المصنع، ليس كأي مواطن في أي بلد آخر في العالم، ينتج من مجتمع طبيعي جدا يتكاثر وينمو بشكل طبيعي. هذا ناتج صناعي توفر له كل الظروف البيئية المحيطة اللازمة والماكسيموم منها، يعني أفضل ظروف، الظروف المثالية للنمو في التكنولوجيا، في الطب، في العسكرة، في الزراعة، في شتى مجالات الحياة. نعم، في الحقيقة أشكرك على هذه المقدمة المهمة لحقيقة هذا التفوق، ويعني أنت أجبت عن السؤال التالي الذي كنت سأطرحه، وهو كيف استطاع تحقيق هذا التفوق في الابتكار والذكاء الصناعي، وأجبت على شق كبير من هذا السؤال.
دعني الآن أتوقف بشكل يعني بشكل ما حول حقيقة أو استفادة الكيان الصهيوني من هذه الصناعات في المجال العسكري والأمني، لأنه نحن نعرف أن هذا كيان مغتصب قائم بالأساس على الحماية الأمنية والعسكرية الذي يوفرها الجيش والقوات العسكرية الخاصة به. إلى أي مدى استخدمها في حماية نفسه ووجوده في هذا المكان الذي لا يرغب به أحد؟ هو حتما أولا هو مشروع أمني، يعني منذ جاء المستوطنون كان يبني جدار وبرج مراقبة وحراس. نعم. هذا أساس كل مستوطنة بنيت في فلسطين من عام 1882 حتى اليوم، فبالتالي هو مشروع عسكري. ثم قامت العصابات المسلحة الهجناء والإيتسل والليحي عصابة شتيرن، ثم تحولت إلى ما يسمى جيش الهجناء أو جيش الدفاع، وكل شيء تفرع عن هذا الجيش. أنا قلت عن الجانب الاجتماعي للجيش الذي صهرهم جميعا في بوتقة واحدة، لكن أيضا الجيش هو الذي يخرج كل الكفاءات والطاقات أصبح. يعني هو أحضر طيارين ألمان وطيارين روس، طيارين حربيين، وأحضر ضباط من في الجيش الإنجليزي كانوا، وفي الجيش الروسي، وفي الجيش الألماني اللي كانت أفضل جيوش في العالم، أحضرهم إلى فلسطين وبنى منهم الهجناء والليحي والإتسل، ثم حولهم إلى جيش. هذا الجيش بدأ يستقطب الشباب في إسرائيل من بين الدول القليلة في العالم التي فيها تجنيد إجباري للرجال والنساء، فالشاب والشابة في إسرائيل يذهب إلى الجيش وعمره 18 عاما، وهو يدرس من رياض الأطفال ماذا سيفعل عندما يذهب إلى الجيش وفي أي وحدة يدرسونه، ستكون في جولاني، ستكون في جبعاتي، ستكون طيار حربي، ستكون كذا، مجتمع عسكري. وأمه أصلا خدمت في الجيش وأبوه يخدم في الاحتياط، وبالتالي يولد طفل عسكري ثم يذهب إلى الجيش. والجيش منظومة حديثة أيضا نظرا لهذا الإحضار للطاقات الهائلة العسكرية والأكاديمية من العالم، بنوا أيضا منظومة عسكرية متطورة جدا في نظامها الداخلي وفي إنتاجها الحربي وإنتاجها للجندي كجندي بقدراته، وبالتالي لديهم طيارين هم متفوقون على الطيارين الأمريكان وعلى طيارين آخرين كدرجة تأهيل ودرجة اهتمام، يهتموا بالجندي بشكل كبير جدا في مهاراته وفي إمكانياته. أيضا لأن لديهم تجنيد إجباري، كل شاب في النتيجة، كل شاب إسرائيلي هو خريج المؤسسة العسكرية، ليس فئة قليلة من المجتمع كما باقي المجتمعات الأخرى، وإنما كل شاب وشابة هو في النتاجة يذهب إلى الجامعة بعد الخدمة العسكرية. فبالتالي أنت تأخذ جندي خدم 3 سنوات في الجيش، قد يكون في سلاح الاستخبارات وهذا مجال الهايتك، وقد يكون في سلاح الطب يعني قسم التمريض والطبابة في الجيش، فيذهب إلى كلية الطب في الجامعة. والجيش أيضا لديه برنامج تأهيل للحياة المدنية، هو يعرف أن هذا الجندي بعد 3 سنوات إذا لم يختر مسير أن يكمل مسيره في الجيش ويصبح ضابطا ويترقى في الرتب، هو سيذهب إلى الحياة المدنية. فوفقا لدراساته في أثناء الخدمة العسكرية للجندي يتم تصنيف هذا الجندي في بماذا يمتاز، في أي مجال سيكون مبدعا، وبالتالي يقدم له الإرشادات ويقدم له توجيه إلى أين يذهب وتسهيلات وتأهيل في داخل الجيش. يعني طلاب كلية الطب يدرسون الطب وهم في الجيش، وبالتالي كل خريجي الهايتك الذين نتحدث عنهم الآن لماذا برزوا؟ لأن العالم الآن هو يطلب هذه السلعة، يعني هناك رواج للهايتك لأن العالم أصبح عالم اتصالات وعالم تكنولوجيا، وبالتالي بدأ الجيش يركز اهتمامه في هذا المجال. ثم وهو إجابة لسؤالك الأول، أنه خدمة للأمن، عندما يكون المهندسون في فيسبوك وفي أبل وفي هواوي وفي كل شركات العالم وفي سامسونج هم مهندسون إسرائيليون، إذن أنا أسيطر على اتصالات العالم. لديهم اختراعات موجودة في كل تكنولوجيا العالم. إسرائيل أيضا كونها دولة احتلال محاصرة ومقاطعة من كثير من الشركات من كثير من دول العالم، لكن حتى تتجاوز المقاطعة مثل بي دي إس مثلا هي تصنع تكنولوجيا وسيطة، يعني تكنولوجيا تلزم في الصناعات التكنولوجية لكن لا تبيعها في السوق كمنتج إسرائيلي، ولكن الشركات الكبرى لا تستطيع أن تنتج بدون هذه الصناعة الإسرائيلية، فتشتري منها سامسونج، تشتري منها هواوي، تشتري منها أبل ومايكروسوفت، وكل الشركات تشتري تقنيات
وتكنولوجيا وسيطة من إسرائيل لا تستطيع أن تبيع إلا بدونها، ولديهم اختراعات مهمة أصلاً هم أصلها مثل USB والذاكرة الإلكترونية. هذه اختراعات إسرائيلية أساساً، وهي الآن لا صناعة تكنولوجية في العالم تقوم بدونها، ومن هنا هم يسيطرون على الاتصالات من ناحية استخبارية. فإذا أنت ملكت الاتصالات، ملكت المعلومات في شتى بقاع العالم، أنت تسيطر على العالم عسكرياً واقتصادياً. أنت تعرف كل من خلال الفيسبوك، أنت الفيسبوك اليوم يعرف كل شخص وميوله، يقدم له الدعاية في المنتج الذي يرغب به، يوجهه بما يريد، وبالتالي هو يوجه السوق، يوجه المستهلك ماذا يشتري، يقترح عليه السلع، وهذا قوة عظيمة تعطى لإسرائيل. اليوم أرسلت المركبة الفضائية غير المأهولة الإسرائيلية التي أرسلت قبل أيام إلى القمر عن مسافة 37,000 كيلومتر، أرسلت صورة سيلفي مع الكرة الأرضية. هذا يعتبر إنجاز للاتصالات الإسرائيلية. الاتصالات الإسرائيلية أو مجال الفضاء الذي بدأ منذ عشرينات القرن الماضي، يعني قبل أن يقوم الكيان الصهيوني، وقبل أن تصبح هناك دولة اسمها إسرائيل، وتكنولوجيا الفضاء تلقى اهتمام لدى هذا الكيان. واليوم يرسلون مركبة غير مأهولة للفضاء بصناعة إسرائيلية 100%، وترسل الصور وستصل القمر وستضع ذكريات من إسرائيل، هدايا أرسلوها منها نسخة من التوراة سترسل إلى القمر. هذه منظومة صناعية كلها من ألفها إلى يائها، كأن تأتي بقطعة أرض وتوفر لها الحرارة اللازمة والضوء اللازم، فتزرع فيها أي صنف من الأشجار. معروف بأن هناك نباتات استوائية ونباتات قطبية ونباتات من المناطق الباردة، ولكن أنت تستطيع أن توفر لهذه النباتات جميعا في مكان واحد في الأرض، جوا مثاليا لتعيش فيه، وهو الجو الصناعي، جو المختبر. وبالتالي هذا ما فعلته إسرائيل، أحضرت كل ما يلزم إلى مكان واحد وخلقت منه هذه التكنولوجيا. الذي يؤكد كلامك أستاذ صلاح أن الكيان الصهيوني يعد حاضنة لكفاءات الذكاء الصناعي، ويحتوي على 3,935 مطورا ومهندسا وعالما من علماء البيانات. والمعلومة الأخرى اللافتة التي لفتت انتباهي هو أن المرأة الصهيونية تشكل 9% من مجموع مواهب الكيان الصهيوني للذكاء الصناعي، ولكنها حاليا تشكل 30% من طلبة الدكتوراه في حقل الذكاء الصناعي، استغلال أو استثمار لكافة شرائح المجتمع بما فيهم المرأة وما تتميز به بعض النساء من ذكاء في الحقيقة. نعم، هو جزء من تطور إدارة الموارد. يعني بن غوريون مؤسس الدولة، رئيس الحكومة الأول، قال لا، نحن لا نملك ثروات طبيعية، فلا نفط لدينا ولا أراضي زراعية كبيرة نستطيع أن نزرع فيها ونبيع للعالم، ولا يوجد لدينا شعب مترامي الأطراف وعدده كبير مثل الشعب الصيني مثلا أو الشعب الهندي، ولكن نستطيع أن نستثمر في عقولنا، لدينا كمية قليلة من البشر هي المورد الحقيقي لنا الذي نستطيع أن نستثمر به. وبالتالي اعتمد على تطوير الذات، تطوير الأشخاص، بينما في الشعوب العربية والدول العربية من حولنا تقتل الشباب وتعلقهم على المشانق وتعدم الأساتذة الجامعات وتزج بهم في السجون مدى الحياة، إسرائيل تطور العقول وتستورد عقول من الخارج، وهذا سر التفوق. فاستثمروا في العقول كما قلت، شكل حاضنة لكل الكفاءات وكل العقول، واليوم هو في طور التصدير. يعني هناك 1,200 تقريبا من حملة الدكتوراه في مجال الرياضيات يعملون في الولايات المتحدة. يعني إسرائيل، لدينا احنا في العالم العربي هجرة عقول، إسرائيل تصدر عقول، تصدر عقول لاحتلال مراكز علمية أيضا في خارج إسرائيل. يعني هم معنيون بأن يكون في أفضل جامعات الولايات المتحدة عقول إسرائيلية، لأنهم أيضا من خلالها يسيطرون على الإمكانيات العلمية في تلك الجامعات، فهم يرسلون الكفاءات للسيطرة على المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات العلمية البحثية في أماكن أخرى كمان. وهذا ينقلنا لسؤال مهم، هو أن هذه التكنولوجيا وهذا الذكاء الصناعي وهذه الابتكارات ليست فقط للاستخدام البريء كما يعني يجوز التعبير، ولكن دولة الاحتلال تستغلها على
يعني أعلى درجة من الاستغلال في السيطرة، في النفوذ، في العلاقات، في التطبيع. نحن نعرف الآن بعض الدول العربية تطبع مقابل بعض المعلومات والبرامج. أيضا هناك دول كثيرة إفريقية وغير إفريقية تستفيد من برامج في مختلف المجالات الزراعية وهندسية وغيره. إلى أي مدى استطاعت بالفعل دولة الاحتلال أن تستغل تفوقها في هذه المجالات في عملية التطبيع والعلاقات الدولية؟ هو الطريف أن إسرائيل تصنع التكنولوجيا للتجسس على الشعوب العربية وتبيع التكنولوجيا للأنظمة العربية للتجسس على الشعوب العربية أيضا. مزدوج إنجاز. نعم، لكن المثال للاستخدام غير البريء للتكنولوجيا، أنا أؤكد مرة أخرى بأن الهدف من كل تكنولوجيا تصنع هو هدف أمني بالدرجة الأولى. أولا تصنع التكنولوجيا لهدف أمني، ثم يتم استخدامها في مجالات مدنية. وأضرب أمثلة: الكبسولة التي تصور الأمعاء، كان هناك عملية نظور للمعدة، ممكن إدخال النظور من خلال كابل من خلال الفم والمريء إلى المعدة ويتم إجراء عملية النظور للمعدة. لكن كانت مشكلة تواجه العلماء كيفية تصوير الأمعاء، عندك 6 أمتار من الأمعاء، الأمعاء الدقيقة ثم الأمعاء الغليظة، إذا كان هناك مشكلة في الأمعاء كيف يتم تصويرها؟ فمن اخترع آلة التصوير المتحركة التي تدخل إلى الأمعاء هو طبيب إسرائيلي خريج المؤسسة العسكرية. هذا الطبيب كان في سلاح الاستخبارات يعمل، وكانوا يستخدموا كبسولة للتصوير للتجسس، يعني يستطيع أن يبتلعها الجندي لينقلها إلى مكان آخر ليصور بها. فمن هنا أخذ التكنولوجيا، من تكنولوجيا تجسس إلى كشف عن الأمراض. فكل تكنولوجيا بريئة مدنية تبيعها إسرائيل إلى العالم هي في الأساس تكنولوجيا أمنية استخدمت لأغراض لسنوات. نعم استخدمت عسكريا، وبعد أن أصبح لديهم بديلا أكثر تطورا في المجال العسكري والأمني ذهبوا بها إلى المجال المدني. فمثلا الطيارة بدون طيار من بداية الثمانينات عندما أنشئ مشروع لافي، كان لدى إسرائيل مشروع طائرة مقاتلة اسمها لافي على غرار طائرة F-16، فمن أوقفها شمعون بيرس، رغم شمعون بيرس أبو الصناعات العسكرية والجوية في إسرائيل وأبو المفاعل النووي، هو من أوقف طائرة لافي. قال لهم إذا صنعنا طائرة لافي ستكون نظيرتها F-16 والسخوي 21 أو الميج 21 الروسية، فماذا نضيف للسوق نحن؟ يعني كم طائرة سنبيع منافسة مع الولايات المتحدة ومنافسة مع الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت؟ لكن يجب أن نصنع شيئاً، أوقف صناعة اللافي وقال يجب أن نصنع شيئاً عن غيرنا، أن نصنع شيئاً غير موجود، وهو طائرة بدون طيار. قال يجب أن نصنع طائرة مقاتلة بدون طيار، وفعلاً بدأوا بصناعة الطائرة بدون طيار وبدأوا يبيعوا للولايات المتحدة ويبيعوا لروسيا طائرات بدون طيار، ثم للصين، وتقريبا استخدموها طبعا ضد المقاومة الفلسطينية بشكل نعم. وبالتالي هم يستخدموا التكنولوجيا اولا ويستخدموها عسكريا، ثم يصدروها للعالم بعد ان يصبح لديهم التكنولوجيا الاكثر تطورا، وبعد ان يصبحوا يستغنوا تماما عن هذه التكنولوجيا التي يقدموها للعالم. ايضا من الخمسينات لديهم الكمبيوتر، نحن نعلم أنه في الستينات كانت أول كمبيوترات في العالم. تدرس تاريخهم كان لديهم من الخمسينات كمبيوتر، وكان كمبيوتر صناعة محلية، يعني نقلوا عن المحاولات في الولايات المتحدة والمحاولات الأخرى في أوروبا وصنعوا لديهم الكمبيوتر الخاص بهم. وهناك فيديوهات يستطيع الإنسان أن يرى هذه بحجم الغرفة جهاز الكمبيوتر. فبالتالي هم دائما يحاولون الاستقلال بأن يأتي بالخبرات ويصنع له، ثم هو من يصدر هذه الإمكانيات للعالم بعد أن يصبح لديه حقيقة. أن تستطيع هذه الإمكانيات أن تخدمه في موضوع التطبيع والعلاقات واستخدامها السياسي؟ هو على الأقل في الترويج، على الأقل يستطيع أن يستخدم هذه في الترويج. مثلا النظام السعودي حتى يتجسس على مواطنيه محتاج إلى أجهزة تكنولوجية حديثة، فإسرائيل توفر له هذه التكنولوجيا، وهذا يتحدث عنه الإعلام الإسرائيلي. نعم. ومن هنا يدخل مدخل تطبيع مع النظام السعودي وغيره من الأنظمة بصفة عامة، يعني تحاول أن تستفيد من هذه التكنولوجيا، ويحاول الاحتلال أن يستفيد من خلال تطبيع سياسي معها. طيب يعني الآن يعني هناك
دائما يطرح سؤال وهو سؤال مشروع عن وجه مقارنة بين هذه الإمكانيات لدولة الاحتلال والإمكانيات التي يعني لدى الأنظمة العربية أو الدول العربية مجتمعة، ومخاطر هذا على المنطقة في ظل هذا التفوق الهائل للكيان الصهيوني، بينما هناك تخلف أيضا رهيب تعاني منه الأنظمة العربية. هو كما قلت يعني مقارنة لا مفر منها. نعم. الأنظمة العربية تعمل على قمع الشباب، على قمع الشعوب، على تجسس على شعوبها بدل ما تتجسس على الأعداء، تطبع مع إسرائيل لتأخذ منها أجهزة تجسس، تقمع العلماء، تضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب، وهذه وصفة سحرية لتخلف أي شعب من الشعوب، تضرب التعليم، تهجر العقول. الأنظمة العربية أنظمة تدمير، يعني تعمل إلى تدمير ذاتي، تدمير للشعوب العربية. ونحن رأينا أنه عندما بدأ الربيع العربي وبدأت الأنظمة العربية تتساقط، استنفرت إسرائيل واستنفرت حلفائها في الغرب والشرق لعمل هجمة مرتدة على الربيع العربي وإعادة أنظمة قمعية أكثر مما كان في السابق، وهذا مصرح به ومعلن. فهم يعملون من خلال هذه الأنظمة على تدمير الشعوب. هم يدركون بأن هذه لدى الشعوب العربية عقول تضاهي عقولهم وأكثر، وأن لدى كل شعب من الشعوب العربية كم من العقول مثل ما لديهم وأكثر، لكن هذا الكم بين مهجر وبين معتقل وبين معدم. وإذا أفلت من النظام المحلي، إسرائيل تقوم بإعدامه، تقوم باغتياله. العلماء العراقيون والسوريون والمصريون الذين اغتيلوا في أوروبا اغتيلوا برصاص إسرائيلي وبأدوات إسرائيلية وبأسلحة إسرائيلية. فادي البطش العالم الفلسطيني الذي اغتيله السنة الماضية في ماليزيا اغتيل برصاصات إسرائيلية. فهي حتى العقل الذي يفلت من الأنظمة وجورها وقمعها تطارد وتغتال أينما كان. ما المستقبل الذي ينتظر المنطقة في ضوء هذه المعطيات؟ تفوق هائل لدولة الاحتلال، تخلف رهيب كما قلنا للدول العربية المحيطة، وهذا يجعل هناك اختلال في موازين القوى وفي مآلات الأمور. هل هناك بقعة أمل؟ هناك الرعب الذي لا يستطيع الاحتلال أن يتخلص منه رغم كل هذا التقدم التكنولوجي، رغم كل هذه الأجهزة من أجهزة التجسس والمتابعة والتعقب والدراسات والعلوم، إلى أنه لديه رعب واحد لا يستطيع أن يتخلص منه، وهو أنه كيان غريب في منطقة معادية. هو يقر بهذا، وكل تقديراته الاستراتيجية تتحدث على أن الشعوب العربية، شعوب المنطقة، شعوب رافضة لهذا الكيان، هذا فورين بدي، هذا جسم غريب عن المنطقة، وسيلفظ هذا الجسم فور انتهاء مفعول أدوية التثبيط. هناك في الطب أدوية التثبيط تعطى للجسم إذا تم زرع عضو فيه، يعني زرعت كلية أنت تعيش فترة من الزمن تحت تأثيرات أدوية التثبيط التي تثبط جهاز المناعة حيث لا يلفظ هذا الجسم، لا يطرد هذا الجسم الغريب من جسمك. من يقوم بهذا الدور وهو التثبيط هي الأنظمة العربية العسكرية المدعومة من إسرائيل وحلفاء إسرائيل في العالم. لكن سيأتي يوم ويتخلص تتخلص الشعوب، وهذا تدركه إسرائيل جيدا، وهي تعمل حساباتها على هذا الأساس، أن هذه الشعوب ستلفظ هذه الأنظمة يوما وستلفظ إسرائيل معها من المنطقة أيضا. طيب في دقيقة واحدة، الآن في كما قلنا المعطيات الحالية والتفوق الإسرائيلي الحالي، كيف يمكن استثمار العقول العربية الموجودة في كل مكان وتطوير ما يخدم الأمة العربية والإسلامية؟ يعني هناك خبراء وعلماء في الجامعات، هناك علماء لنا في الغرب يعملون في جامعات أمريكية وفي جامعات أوروبية، هل يمكن استثمار هؤلاء على نحو ما لخدمة شعوبهم وأمتهم؟ نعم، يبقى المجال مفتوحا، يعني لا ينقطع الخير. يعني وكما استطاعت المقاومة في فلسطين أن تسيطر على بقعة أرض وتكون خارج سيطرة إسرائيل وخارج سيطرة الولايات المتحدة وخارج سيطرة كل الناتو وكل هذه القوى العظمى في العالم، أيضا من الناحية العلمية يمكن إذا فكرت بالطريقة الصحيحة وإذا اتخذت التدابير اللازمة تستطيع أن تنشئ مركز دراسات، مركز بحث علمي، وتستطيع أن تؤسس مؤسسة تكنولوجية حقيقية أيضا خارج سيطرة هذا العالم، وتستطيع أيضا أن تحمي أموالك لأن الأموال أيضا تحت سيطرة الاستعمار. هناك أمثلة واضحة في ذلك. نعم. أشكرك جزيلا أستاذ صلاح عوودة المتخصص في الشأن الصهيوني، أمتعتنا وأفدتنا بهذه المعلومات القيمة. نتواصل معكم أعزائنا المشاهدين بعد فاصل وباقي فقرات من فلسطين، فابقوا معنا.
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين في زهرة المدائن. نناقش في هذا المساء موضوعا مهما وهو إبعاد المقدسيين المرابطين عن المسجد الأقصى المبارك. هذا ما حصل مع المبعدة المقدسية المرابطة خديجة أخويس، فالمتابعة. المعلمة خديجة خويس المبعدة عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة والقدس الغربية اعتقلت 7 مرات وأبعدت خلال هذه الفترة السابقة 7 مرات أيضا، مجموع أيام إبعاداتي 250 يوما. بعد إبعادي عن نطاق البلدة القديمة وخارج أسوار البلدة القديمة شعرت أنه فقدت شيء غالي علي وشيء عزيز علي وجزءا من حياتي اليومية التي كنت أقضيها سواء داخل المسجد الأقصى أو على بوابات المسجد الأقصى. بالرغم من هذه الإبعادات وهذه القرارات المجحفة الظالمة إلا أنني مستمرة في القدوم إلى أقرب نقطة يمكن الوصول إليها. سابقا كانت أقرب نقطة هي البوابات وهي المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى وأروقته، الآن أقرب النقاط التي يمكنني الوصول إليها هي هذه المنطقة التي يمكنني من خلالها رؤية المسجد الأقصى أو بوابات البلدة القديمة سواء كانت باب الزاهرة أو باب العمود أو باب الأصوات من الخارج، لأظل شوكة في حلق هذا الاحتلال وفي شوكة في حلق المقتحمين الذين يسمح لهم بالدخول إلى المسجد الأقصى يوميا، بينما نحن أصحاب الحق وأصحاب المسجد نمنع من ممارسة أداء شعائرنا الدينية داخل مسجدنا. بالعكس، مش فقط نمنع من أداء شعائرنا داخل المسجد، نطرد من مدينتنا كلها، نطرد من هذا المكان الأثري، هذه البلدة الأثرية التي ارتبطنا فيها منذ الصغر، فنحن تربينا فيها، درسنا في مدارسها، حتى مدرستي الثانوية كانت داخل المسجد الأقصى، ثانوية الأقصى الشرعية للبنات. بالرغم من ذلك سأظل صامدة ثابتة أنا وأخواتي مهما صدر بحقنا من قرارات إبعاد حتى لو كانت أقسى من هذا الإبعاد، سنظل إن شاء الله تعالى متواجدين عند أقرب نقطة يمكننا الوصول إليها. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين في ذاكرة فلسطين. نتحدث اليوم أو نطالع معكم اليوم تقرير التقسيم أو قرار تقسيم فلسطين عام 1947 وما حمل هذا القرار من أبعاد سياسية خطيرة على الشعب الفلسطيني، حيث أعطت الحكومة البريطانية آنذاك يعني والعالم من خلفها أعطوا أنفسهم الحق في تقسيم فلسطين التاريخية المحتلة بين اليهود وبين العرب الفلسطينيين، وكان لذلك مآلات خطيرة على القضية الفلسطينية، فالمتابعة. وتشكلت لجنة تحقيق دولية خاصة بفلسطين سميت لجنة أنسكوب. قدمت اللجنة تقريرها الذي تضمن توصيات عامة تتمثل في إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين ومنحها الاستقلال، كما خرج المؤتمر بمشروع عرف بمشروع الأغلبية، وتضمن هذا المشروع تقسيم فلسطين إلى دولتين متحدتين اقتصادياً، دولة عربية تضم الجليل الغربي ومنطقة نابلس والسهل الساحلي الممتدة على الحدود المصرية، وتدخل فيها مناطق الخليل والقدس الجلية وغور الأردن، ودولة يهودية تضم الجليل الشرقي ومرج بن عامر والقسم الأكبر من السهل الساحلي وجميع قضاء بئر السبع المشتمل على النقب. ونص المشروع على وضع القدس تحت الوصاية الدولية. شكلت هيئة الأمم المتحدة لجنة مؤقتة عرفت باسم لجنة إدهوك لدراسة مشروع لجنة أنسكوب. وقد تبنت الأمم المتحدة هذا المشروع في الاجتماع الذي عقد في 29 من نوفمبر عام 1947 من الميلاد. أما الهيئة العربية العليا فقد رفضت هذا القرار، كما رفضت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية هذا المشروع وأعلنت أنها ستعمل على مقاومة تنفيذه. مقابل ذلك كانت الولايات المتحدة وبريطانيا تسيران بخطوات حثيثة من أجل تقسيم فلسطين، وبالفعل تم تقسيم فلسطين إلى 3 أجزاء، وحصل اليهود على اعتراف دولي بدولتهم التي أقيمت حسب القرار على 56% من المساحة الكلية لفلسطين. وكان من الطبيعي أن يرفض عرب فلسطين هذا القرار رفضا قاطعا، واعتبر اليوم 29 من نوفمبر عام 1947 من الميلاد أسوأ يوم في تاريخ فلسطين منذ الاحتلال العسكري البريطاني عام 1917 من الميلاد. صفحة من ذاكرة أمة،
ارتوت بماء الصمود وجرى النضال في دمائها، ولا زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن ملحمة بقائها. بهذا نصل إلى ختام حلقة من فلسطين لهذا الأسبوع. هذه تحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله.